الخالة الخال كان يكون واحد نعم كيف الذب خلاص كيف خالك شير كيف كيف بعوني بعوني الشهادة الله يرحمه كل شيء يا الربع هذا كان ماشي على الجدية نازل مسرع ضيع على اللوكيشن لخبط جاء المنتج ما يدري بالكاميرات ما له احد في الرياض ما يدري انه بيبث احنا ما قلنا احد لنا الحين انتم شيخ قبل شوي قلت رجع 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 تحلى رجع مو زي برد الله يشغل هذا عود عقبنا ووو ووو رجع يوده مسكين تمن تمن نخليه يصيح يا راح يا عم يا عم يا علي رد يا علي رد انا عيال مشغول انت ابوك مشغول مشغول يا ما انا يا قاعد معنا يلا يلا يا يلا يلا والله لا تجيش عندك ولا انا لا انا لا انا الله يسترها الله يحييني هذا لازم نفسه يا حلالا يا حلال الله يا رد التلبل الله لا يوفقك راعي الدستك الله لا يوفقك راعي الدستك عليه يا عم يا رجل يا علي ما يدري اني انا راعي الدستك ها يا عم لا لا تكفى يا علي تكفى يا علي يا عم انا اعترف تكفى يا عم راعي الدستك هذا اللي صدم يا لقيت الشخص ذا راعي الدستك زايد مسافر بدا يا عم بدا هو اللي صدم اشيلك بالله من هو يا عم والله انه ذا اشيلك بالله من هو هذا هو هذا هو دتسن 85 دتسن 85 خط حمر صل على النبي يا عم تقطع بلتينها قربان تعال اسمع عمت عظامك اسمع راحت البرامج علي راحت البرامج رنا 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 بعير مجهم يا عم البعير ما هو بلي انا اخذ النياق اخر هناك لا والله ارنك بهذا شوف هو وما انت عده خذه حطه في الشبكه اعقب امسك العود يا بني طال انا في محل ريين يا ولد يا روح انا الريم وراك اسمع اسمع انا ما احب الف ود ولا والله ما تجي راح الدستر ولا والله ما تجي ما هو ما هو ما تجي صلوا على النبي انا هبوي انا راعي الدستر كم قيمه ناقلك تجيك الحين انت ناقلك كذا بلاش تبيع كم لا اله الا الله ورد عطه ورد عطه ورد انت يا وجه الشيكل نظف دقرك ثم ري احمد اسمع والله العظيم يا حلال تبليني في الشارع وانا باخر الليل ولا ذي نور ولا ذي حاجه صح ماك ما تشيل حلالك حبك ماك ما تحطه في الشارع لا ما حب خاش شويه شويه يجونا يجونا ربع الكبار وانت فاهم انا ابغى تموت والله اللي نثبت حلاك والله ترفع اصبعك عليه والله يا شويرب كذا والله اشكيك اشكيك اني اشيله بالحلاوه الشيل والله ما تقوى ولا ما تقوى والله اشيله راح ندرك درك الله يسلمك الشرطه الشرطه لو ما انت في مجلسنا كان جاك على مجلس اللي ما يزهوي ضيوفه ويتجيبون على الصيفرات هذه الكيكات عرفنا ان في عائلك رديه فلا قهويناك ولا عشيناك والله حلالك اني البخ عندك لا تجي شباب ما معك والله والله لولا حياي من ابوكم اللي واجهته ايه لا اشتري محلكم هذا مراحل للبل والله 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 قبر لك والله القبر ابنك فيه العنوان نقبر الكيكه يعني هو هاي تاكلها قبلك بالله سنك اقول البخ لين يجيبونا اسكت انت يا شعار الاتحاد انت اجلس ايش دبه دبه ترى عنده ممكن انه يضحك عند اخوي عنده هو اي عنده بالخيمه هناك تروش تروش الله يسلمك بيننا علم راح راح يا رجال راح ما حلق جاره لا شهرين رجل بالارض ايش فيها صدمناه وما شفناه ايش فيه باجيب ايش كنا عدو ابوك بنادي لا لا علي علي لا 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 ابوك بيضربني ابوك انك افلح لا تقعد مش احبه افلح اشرد اقول لك قول اقول لك ما اقول